عند هذه الدهاليز الضيقة في قرية الشعيبة التي تبعد 20 كيلومترا عن مدينة البصرة، خط مجرم مجهول خطاه ليزهق روح عبير صاحبة ال5 سنوات خنقا بحبل رفيع، بعد أن اغتصبها وتركها عرضة لتأكل منها الكلاب السائبة ما تستطيع في غرفة خربة عند أطراف القرية. شخص قريب سمع، يعني كان فايت منا جهال يلعبون وشافوا الحادثة ونقلوها إليه، ونقلها للسيد رئيس المجلس البلدي والمختار. نعم. على شفتوا؟ شافوا أن الطفلة هنا متشتفة ومغتصبها ومضروبة بها ضروب ومتروكة، يعني حتى أنه أجلكم الله الكلاب ماكلة قسم من رجلها من عدها. نعم. وبلغوا الأجهزة الأمنية، أجت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية أجوا. نعم. وشافوا ومجروا تحقيقاتهم على الحادث. أبناء القرية أكدوا أن الفتاة حضرت مع أهلها من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار لحضور حفل زفاف أقارب لها، واختفت بعد الحفل، وحاول أهلها الذين امتنعوا من الظهور أمام كاميرتنا مع أقاربهم العثور عليها، إلا أن جهودهم ذهبت سدى بعد أن عثر عليها أطفال يلعبون قرب مكان الحادث وهي مقتولة. دوروا الشباب، يعني ردنا باتت يوم كامل ابني، باتت يعني مو عند أهلها، مخطوفة وضايعة. فثاني يوم العصر وورا المغرب لقوا ابني بهاي المكان. طبعا هم ناس لاعتهم عداوات شخصية، ناس فقرة. وثاني مرة يعني حتى أهل ابني خطار، يعني جاي من الشطرة. السلطات الأمنية في قضاء الزبير التي تتبع لها قرية الشعيبة أكدوا للشرقية نيوز أنهم حققوا مع بعض المشتبه بهم من أبناء القرية، وأن القاتل ما زال طليقا، ونشرت بعض العناصر الأمنية بغية الحصول على بعض خيوط الجريمة. مركز شرطة الشعيبة مع شعبة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الاستخبارات نشروا بعض العناصر في المكان، توصلوا إلى بعض الأسماء المشكوك بها طبعا. حاليا عندنا كم شخص موجود قيد التحقيق، ويعني أكو خيوط إن شاء الله نتوقع أنها توصلنا للجانب. حادثة عبير هي الثانية من نوعها في قضاء الزبير بعد مقتل بنين خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وهذا ما يدخل الذعر أمام ساكني القضاء تجاه أطفالهم، لا سيما أن الحادثة جاء مع بدء العام الدراسي الجديد. للشرقية نيوز، عمار السعد، البصرة.